رغم ان مباريات الاهلي والمصري في الفتره الاخيره ما بقاش فيها النديه والتنافس بتاع زمان، والدليل ان اخر 9 مباريات بين الفريقين انتهت كلها لصالح النادي الاهلي بفوز النادي الاهلي وكمان بمجموع اهداف 18-2 لصالح الاهلي. بالتالي احنا امام تفوق كاسح للنادي الاهلي على حساب المصري، والدليل انه النادي المصري ومجلس ادارته عمل مكافاه استثنائيه للاعبيه عشان يحفزهم في الفوز في المباراه دي، وده هيكون موضوع حلقتنا النهارده، هو التعامل الاستثنائي والتحفيز والتسخين قبل وبعد المباراه من قبل مجلس اداره النادي المصري. تعالوا نشوفوا قال ايه بالظبط ونرجع نرد عليه. لا لا لا، في مكافأة 10,000 جنيه و 30,000 جنيه من المحافظ لكل لاعب. 30,000 جنيه لكل لاعب في حالة الفوز، يعني إن شاء الله لو النادي المصري كسب النهارده كل لعيب هيحصل على 40,000 جنيه. 40,000 جنيه في ماتش، دي حاجة كويسة جدا. ليه الماتش طبعا التالي؟ ودي قاعد أقول لحضرتك على حاجة، دي أعلى مكافأة اتحطت من 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 تاريخ النادي، يعني متهيألي مفيش فرقة في الدوري العام. طب يا استاذ طارق، يعني حضرتك بعد المكافاه دي كلها 40,000 جنيه لكل لاعب بالتاكيد، بس بعد المكافاه دي حضرتك بتقول لي ماتش عادي؟ خد بالك ان الاستاذ طارق في بدايه مكالمته قال ان دي مباراه عاديه زيها زي اي مباراه في الدوري، وهي فعلا مباراه عاديه بثلاث نقط في نص الدوري، مش حاسمه لبقاء النادي المصري مثلا في الدوري ولا على مركز ولا مركز تاني ولا بطوله طبعا، ولا مثلا نهائي كاس ولا سوبر ولا اي حاجه، مباراه عاديه جدا في نص الدوري. لكن النادي المصري بعظمه لسان عضو مجلس ادارته قال انه عمل مكافاه تاريخيه، هي اكبر مكافاه في تاريخ النادي المصري. إذن أنت بتحفز اللعيبة بمكافأة تاريخية، يعني دي مباراة تاريخية، ده حقك. يعني لو أنت كمجلس إدارة شايف أن الفوز عن الأهلي هيديك حافز للتتويج والفوز وكل الكلام ده، أنت حر. الفكرة هنا بقى وعنت استفهام اللي عندنا، هي أن حضرتك بتقول أن السيد محافظ بورسعيد حاطط 30,000 جنيه مكافأة لكل لاعب، إذن إحنا بنتكلم عن فوق المليون جنيه إجمالي مكافآت من محافظ بورسعيد لنادي المصري. السؤال هنا لو الموضوع بالعكس، تخيل كده لو محافظ القاهرة هو اللي حط مكافأة من جيب المحافظة، من مال عام المحافظة للنادي الأهلي عشان يفوز على النادي المصري، نادي مصري ضد نادي مصري، ايه فكرة الحافز وايه فكرة الحافز في مباراة في نص الجدول في نص الدوري مش حاسمة لأي حاجة. بالتالي لو الموضوع بالعكس كانت هتبقى قضية رأي عام ومشاكل كبيرة جدا ومؤامرات هتتحط في الصفحة التانية بعد هدف حسن شحات على طول. إذن احنا هنا عندنا علامة استفهام على فكرة دعم محافظ بورسعيد لفوز نادي بورسعيد صحيح على نادي مصري برضه، ومش نادي افريقي خارجي يعني. اذا دي علامه استفهام الاولى على التصريح الاول للسيد عضو مجلس اداره النادي المصري. تعالوا نشوف كمل كلامه وقال ايه ونرجع برضه نعلق على كلامه. احنا النادي المصري كان عنده استعداد يلعب هذه المباراه في استاد القاهره، ولا في ادنى مشكله بالنسبه لنا. اللي احنا بنستغرب له ان النادي المصري حاليا كل مباراه في ملعب شكل، يعني كل مباراه يجي لنا فاكس او ايميل ان النهارده النادي المصري. طب وبعدين يا جماعه، ما احنا لعبنا في استاد برج العرب، كنا بنلعب في استاد برج العرب، ايه اللي حصل؟ قال لك لا مش هتلعب في استاد برج العرب. ازاي ده؟ مباراه الاهلي كلها، اهلي اسماعيلي زمالك النادي المصري كان بيتلعب في برج العرب، احنا النهارده فوجئنا بيقول لك لا ده انت النادي المصري هيلعب الماتش ده في استاد اسكندريه. طبعا اللي يسمع التصريحات دي وكمان يقرا تغطيه الصحافه المصريه للتصريحات دي بمنشتات زي لا نعلم لماذا تم نقل مباراه الاهلي الى استاد الاسكندريه، فانت لما تشوف منشت زي ده تفتكر انه المصري بيلعب على طول في استاد برج العرب في الاسكندريه برضه، هم الاستادين على فكره في الاسكندريه، يعني مش فاهم اصلا ليه الكلام عنهم يعني. لكن عموما
انت يعني تتخيل كقارئ للمانشيت ده انه المصري بيلعب في استاد ما وجاء في مباراة النادي الاهلي بشكل استثنائي يتحط في استاد اسكندرية، بالتالي ده اللي بيوصلوا معنى المانشيت ده، وده اللي يوصلوا معنى كلام السيد عضو مجلس إدارة النادي المصري. رغم ان لو انت شفت مجموع مباريات المصري في الموسم الحالي 21 مباراة ما بين الدوري والكاس، 15 منهم في استاد برج العرب بالاسكندرية، وكمان 6 مباريات في استاد الاسكندرية كانت سادسهم هي مباراة الاهلي والمصري. اذا في 5 مباريات قبل مباراة الاهلي اتلعبت في استاد الاسكندرية، منها مباراة بيراميدز مثلا والجونة وطلائع الجيش وهكذا. اذا احنا بنتكلم عن انه مش شيء استثنائي خاص بالنادي الاهلي، فانت ليه بتقول الماتش ده يتلعب في استاد اسكندريه وانت فوجئت ان الماتش ده؟ ليه انت بتحاول تصور للناس انه في تخصيص واستثناء للنادي الاهلي بانه يلعب مع المصري في استاد اسكندريه، رغم ان مفيش اصلا اي ميزه للنادي الاهلي في الموضوع؟ دي ارض محايده بالنسبه لك زي ما هي برضو ارض محايده بالنسبه للنادي الاهلي، برضو النادي الاهلي مش بيلعب في القاهره يعني. بالتالي ليه اصلا الكلام وتسخين الاجواء وكانه الموضوع خاص واستثناء خاص للنادي الاهلي؟ وعلى فكره الموسم الماضي الماتشين رايح جاي كانوا في استاد الماكس، اذا الموضوع مش يعني هو مش قران منزل يعني ان هو الاهلي والمصري يطلعوا في برج العرب. بالتالي احنا هنا قدام صناعة لأزمة استكملت كمان بالكلام عن التحكيم. يعني مباراة الأهلي والمصري معروف دايما انها من المباريات المهمة بالنسبة للدوري المصري، فبتتلعب بحكام أجانب دوليين، يعني سواء أجانب مثلا كان في حكم مثلا مباراة الأهلي والمصري في السوبر كان حكم إماراتي، كان مباراة برضه قبل كده كان حكم مكسيكي وهكذا، يا إما حكام أجانب يا إما حكام دوليين مصريين. إذا هي مباراة مهمة بالنسبة لاتحاد الكورة فيجيب لها حكام دوليين، لكن مطالبتك أنت كعضو مجلس إدارة النادي المصري بحكام دوليين وعشان بتقول بقى ضمان العدالة التحكيمية وكأنه إنه الأهلي هيتجامل بحكام غير دوليين، رغم إن أصلاً الأهلي دايماً بيشتكي من عدم وجود حكام دوليين في مبارياته. إذا الكلام بتسخين الأجواء قبل المباراة كان كلام مش مفهوم ومش هيقدر ياخده ابدا بحسن نيه، ده كلام كده في بذر بذور كده يعني غير حسنه النوايا بصراحه قبل مباراه احنا نتمنى ان الاجواء ترجع تاني، وهي فعلا الحمد لله رجع بشكل كبير جدا، تهدا ويكون تنافس عادي جدا، وانا عن نفسي بقيت اتعامل مع مباراه الاهلي والمصري ان مباراه عاديه جدا زي مباراه المقصه، مباراه المحله، مباراه اي مباراه، مباراه مهمه، مباراه صعبه، مباراه تقيله، لكنها في الاخر ما فيهاش الحساسيه بتاعه زمان. ده كان اللي اتقال قبل مباراه الاهلي والمصري، تعال بقى نشوف ايه اللي قالوه برضو بعد المباراه هما وكابتن خالد الغندور اللي اتكلم عن مؤامره برضو اخراجيه وتصويريه للمباراه منعت النادي المصري من حق مزعوم، وانه هدفين الاهلي كانوا هدفين غير صحيحين بالمره طبقا لراي مجلس اداره النادي المصري وكابتن خالد الغندور. الكرة تسلل، طب ما هي يا جماعة هي في الإيد أساسا، يعني الأستاذ اللي قاعد على الإحكام هي في الإيد أساسا، حضرتك اتأكد من الإيد، ما مش موضوع تسلل، لا مش تسلل يا عم، دي في الإيد، دي في الإيد حضرتك، هو يعني الناس دي اللي بيتفرجوا دول يعني ما بيشوفوش الحكم، ما بيروحش حتى للفار، يعني بيصنع في الإربس وخلاص على كده، طب روح شوفه بعينك، روح شوف الكرة، بص عليها، أخد بال حضرتك، انما تتكلم وانت في نص الملعب، ايه العطرسه وايه الغرور اللي فيه ده؟ ايه الغرور اللي فيه الكابتن محمد ده الحفني ده؟ ايه الغرور ده؟ ما ينزل ويشوفها، ما يروح ويشوفها في الشاشه، بنزلهم كتير قوي يا كابتن محمود، انت جات لعبت في النادي المصري ولعبت ولعبت في الاهلي وشفت وعرفت ان وانت لعيب كوره في ارض الملعب شفت ظلم كتير بعينيك، انما كده كده عين عينك كده كل الدنيا كل احنا كلمنا كل حكام العالم واحنا قاعدين في الاستاد، قال لك الكرة اوفسايد. خد بالك ان النقاش ده تقريبا استمر لمده 5 دقائق على الهوا، ومفيش اي حد من الساده في الاستوديو التحليلي رد على الاستاذ طارق ويفهمه انه التسلل دي حقيقه مكانيه،
ما هياش وجهة نظر، هي يا اون سايد يا اوف سايد. بالتالي الحكم سواء حكم محمد الحنفي او اي حكم في الدوري المصري او الدوري الموزمبيقي او الدوري الانجليزي، اي دوري في الدنيا، مش بيرجع ويراجع على رأي الفار في قرارات التسلل. دي قرارات من اختصاص الفار تماما، ما فيهاش وجهات نظر. بالتالي لما الحكم او الفار بيتقال له الكوره اون او اوف، بياخد برأي الفار بدون اي مراجعه. بالتالي الحكم مش متعجرف ولا مغرور ولا ما صدق يحسب هدف للاهلي ولا كل الكلام ده. ده مبدئيا. ثانيا، انت بتقول ان انت شفتها في الاستاد واخدت رأي كل حكام العالم اتصلت بيهم عشان ياكدوا لك على انها هدف من تسلل. احنا بنتحداك تقول اسم حكمين بس من كل حكام العالم اللي كلمتهم دول واللي بيقولوا ان هدف الاهلي الثاني في المصري كان هدف تسلل. ده يا جماعة كلام غير صحيح بالمرة. كل خبراء التحكيم أجمعوا على إنها هدف سليم، لأن الكورة أصلاً سابقة لاعب النادي الأهلي محمد شريف. هنا الخط ملوش دعوة تمام باللاعبين المدافعين بالنسبة للمصري، لكن بنعمل الخط على الكورة، والخط التاني هو مش خط عريض، لا هم خطين حضرتك، خط على الكورة وخط على آخر جزء في قدم محمد شريف، وبالتالي الكرة اون سايد وهدف سليم مليون في المية. بالتالي الكلام بجهل وتصيد واتهام الأهلي بأنه بيتم محاباته تحكيميا من التحكيم المصري، ده كلام فارغ، كلام بيأجج لفتنة، وزي ما بيقولوا معظم النار من مستصغر الشرر. وده ما كانش تصريح استثنائي من عضو مجلس إدارة النادي المصري، لكن برضو الأستاذ حسن عمار العضو الآخر لمجلس إدارة النادي المصري طلع برضو يتكلم عن التحكيم ويقول إن الهدفين مش صحيحين، وإن الهدف الأول المرة دي ما قالش تسلل لكن قال لمسة يد على محمد شريف، وده بالظبط نفس اللي قاله كابتن خالد الغندور. وقال بقى كمان عمل مؤامره طبعا كالعاده، بقى التاتش بتاعه بقى لازم بقى تاتش كابتن خالد الغندور، ويقول لك انه المخرج تعمد انه ما يجيبهاش بالزاويه الخلفيه، وكلام معتاد من كابتن خالد الغندور. لكن الكوره يا كابتن خالد ويا استاذ عمار ما فيهاش لا تسلل ولا فيها لمسه يد. الكوره صحيح جايه في كتف محمد شريف، لكن الجزء ده من اليد ومن الذراع ده ما فيهوش لمسه يد طبقا لاخر تحديث لقوانين الفيفا. يا حضرات، ما ينفعش يكون اعلامي رياضي ومسؤول عضو مجلس اداره في نادي رياضي مش عارف الف ب قوانين كوره سواء بالتسلل او بلمسات اليد. اذا احنا قدام صوره متكامله قبل المباراة، حديث عن مجاملات تنظيمية وإنه الأهلي هيلعب في استاد الإسكندرية ليه مش برج العرب، وبعد المباراة نتكلم عن يعني اختراع لظلم تحكيمي ما فيهوش أي حاجة في الواقع لنادي المصري أمام النادي الأهلي. لكن الحقيقة واضحة قدام الكل إن ما فيش أي ظلم تعرض له النادي المصري بشهادة خبراء التحكيم. احنا في الحلقه دي بنعمل جرس انذار يا جماعه، خدوا بالكم لازم تكونوا مسؤولين عن كلامكم. الكلام عن المجاملات التحكيميه المزعومه للنادي الاهلي وظلم الاخرين بيعمل يعني واحده واحده كده شحن متراكم بيعمل كارثه في الاخر. يعني نفتكر نهائي كاس مصر بين الاهلي والمصري برضو اللي انتهى 3-1، كان هدف تعادل النادي الاهلي اتهم انه هدف من تسلل على كابتن علي ميهوب، لكن طبعا الكرة ما فيهاش ريحه التسلل زي برضو ما كابتن او هدف محمد شريف ما فيهوش ريحه التسلل. اذا الحاجات دي طبعا زمان الناس ما عندهاش طبعا سوء تحليلي وعندها صور وعندها فار وعندها كل الكلام ده، فالناس بتصدق كلام الاعلام وكلام المسؤولين اللي بيعتبروهم مسؤولين فعلا عن كلامهم. لكن التسخين ده حصل في الاخر اللي احنا عارفينه للاسف في 2012. فنتمنى ان احنا بقى نعقل كده، وما صدقنا الحمد لله ان النار خمدت، فمش عايزين اي حد تاني يشعلها من جديد.
أرجوكم يا جماعة نكون ناس مسؤولين على قدر كلامنا، ياريت الدنيا تهدى ونكون كده الموضوع مباراة عادية خالص، كسب المصري كسب الأهلي مش حكاية، خلاص الموضوع انتهى، مباراة زي أي مباراة في الدوري، بلاش مكافآت استثنائية وتحفيز استثنائي وكلام عن التحكيم، كل ده كلام عاري تماما من الصحة. أرجوكم احترموا الجمهور وبلاش تضليل وتسخين. ده كان كل عندي في الحلقة دي، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. كان معكم أحمد قيشو وبرنامج درع الأهلي، والسلام عليكم.